الحديث عن ذات الموضوع مشاهدينا الاعزاء ينضم الينا هاتفيا الاستاذ باسم رزق او الدكتور باسم رزق استاذ العلوم السياسيه في كليه الدراسات الافريقيه. دكتور باسم صباح الخير واهلا وسهلا بك في هذه الجوله الاخباريه. كنا نتحدث منذ قليل مع سعادة السفيرة حول العلاقات المصرية السودانية في مجالات متعددة ومجالات شتى، ربما ترسخت في السنوات القليلة الماضية في على الأقل في العامين الماضيين في مجالات مختلفة، في مجال البنية التحتية، البنية الأساسية، في المجال السياسي، في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري. إجمالا كيف ترى شكل هذه العلاقات في الآونة الحالية؟ صباح الخير على حضرتك، صباح الخير على السادة المشاهدين، كل عام وحضراتكم بخير، حضرتك بخير، عام الميلاد الجديد. شكرا. وكل عام والشعب السوداني بألف خير، كل عام ورفعة وازدهار الشعب السوداني ومثل الرفعة وازدهار للشعب المصري. مصر والسودان رئتين أو يعني جانبين لرئة واحدة، نحن نكون شعب وادي النيل، صحيح، شعب واحد. نشعر بآلام بعضنا ونتكاتف في الأزمات ونتكاتف أو نتآزر ونتلاحم في الأفراح إن شاء الله. الحقيقة أن العلاقات المصرية السودانية علاقات تاريخية، هي علاقات استثنائية، علاقات تمثل أمان للدولتين، علاقات تمثل محور ارتكاز تنموي للدولتين. ربما زادت كثافتها في السنوات الأخيرة مع تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإزاحة نظام الإنقاذ في السودان، ولكن هي علاقات لها أسس تاريخية، يشوبها ما يشوبها في بعض اللحظات، ولكن تعود إلى طبيعتها علاقات راسخة، علاقات تمثل أحد أدوات الأمن والأمان للقارة الإفريقية وللدول العربية. السودان دولة فريدة من نوعها، السودان دولة غنية بالموارد، غنية بشعبها، غنية ثقافيا، تمثل حلقة وصل عربية إفريقية بين شمال وجنوب القارة، تمثل واحدة من الدول الهامة في حوض النيل، واحدة من الدول الهامة في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، واحدة من محاور ارتكاز الأمن الإفريقي الشامل. العلاقات المصرية السودانية علاقات تاريخية، كانت ولا تزال وستظل واحدة من بين محددات الأمن القومي المصري. طيب إجمالا، هناك كما قلت العديد من العلاقات الاقتصادية والسياسية والتجارية والبنية التحتية، المشاركة في البنية التحتية وتأسيس بنية تحتية أيضا قوية في السودان عبر شركات مصرية. دعنا نتحدث عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، هي لا تتجاوز ربما حجم التبادل التجاري، لا يتجاوز 740 أو 670 مليون دولار خلال عام 2019، يعني هو حجم قليل مقارنة بما ذكرته ووصفته بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين الشعبين وبين القيادتين. الحقيقة أن الحجم قليل، نعترف بذلك، ولكن إن وضع بالمقارنة بعلاقات مصر بالدول الإفريقية وحجم التبادل التجاري البيني بين الدول الإفريقية بعضها البعض، ربما لن يكون بالحجم الهين. الحقيقة أيضا أن احنا يعني السودان ومصر واقعهما الاقتصادي المتشابه إلى حد كبير من ناحية سيطرة الإنتاج الزراعي أو السلع الزراعية، من ناحية أن القطاع الصناعي يحتاج إلى الدعم، من ناحية أن السودان يعاني من أزمات اقتصادية ربما كان يلتحف أو كان يرتمي في أحضان عدد من القوى الإقليمية كانت توفر له هذا الدعم. إن غير بصمته في سنة 2019 نحو الدولة المصرية ونحو محاور الأمن المصري مع الخليج ومع مصر، ربما يزيد هذا التبادل التجاري. اعتقد ان كمان احنا عندنا مشروعات لتكامل بنيوي، سواء من ناحيه الطرق، من ناحيه سكك الحديد، من ناحيه الربط الكهربائي، كل ده هيزيد من معدلات التبادل التجاري. كمان عندنا حجم من الشركات القطاع الخاص السودانيه بدات تعمل في مصر، وحجم من كبير من الشركات المصريه بدات تعمل في مجال البنيه الاساسيه في الداخل السوداني، كل ده هيزيد من حجم التبادل التجاري وحجم المنفعه المتبادله. الاستثمارات المصريه في السودان عموما، والاستثمارات المصريه، يعني الاستثمارات المصريه لا يجب ان نحكم عليها الان، هي في بدايتها، يعني صحيح، في بدايه انطلاقها نحو القاره الافريقيه، سواء في السودان او في تنزانيا او في اثيوبيا او حتى في عدد من الدول الافريقيه، يعني هي نحن يعني في نقطه البدء مع القاره الافريقيه، فان نصل لثلاث يعني ما يقرب من 3-4 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع السودان في هذه الفتره الوجيزه من عمر السودان في ما تعنيه السودان من أزمات. لا سيما ولابد أن نشير إلى أن حتى مع هذا الحجم القليل لكنه ارتفع عن عام 2018 على سبيل المثال بمقدار 10% عن العام الذي يسبقه. معنى ذلك أن منحنى هذه الاستثمارات، منحنى هذا التبادل التجاري
بين مصر والسودان في تصاعد خلال الأعوام القليلة الماضية، وبالتالي ربما يؤسس لعلاقات اقتصادية يعني أكثر وأوسع ربما بين مصر والسودان خلال السنوات القليلة الماضية، لا سيما أن السودان ربما تحتاج إلى الكثير من تطوير وتأسيس في البنية التحتية، البنية الأساسية التي أصبح للشركات المصرية الحالية خبرة كبيرة في هذا القطاع. والحقيقة أن برضو الدور المصري لا يقف عند حد الاقتصاد، طبعا الاقتصاد واحد من بين الملفات الهامة الأساسية اللي بنحاول إن احنا نقوم بدور فيها، ولكن لا ننسى دور مصر في إعانة الشعب السوداني وقت الفيضانات، لا ننسى دور مصر في اتفاق السلام في جوبا. مصر من الدول الضامنة باتفاق المجلس السيادي أو المجلس الانتقالي مع الحركات الانفصالية قوى الحرية والتغيير أو القوى الثورية هناك، أو الحركات التي تتصالح مع الدولة أو تصالح مع المجلس الانتقالي. إذا مصر مع عدد من الدول الإسلامية القليلة واحدة من بين الدول الضامنة قامت بجهد كبير في اتفاق جوبا. قيل صراحة نحن ننتظر ما بعد اتفاق جوبا، نحن ننتظر الأموال المصرية أن تأتي، نحن ننتظر التجربة المصرية أن يتم نقلها، التجربة المصرية في التنمية وفي محاربة الإرهاب وفي الوحدة الوطنية وفي تغيير الواقع الاجتماعي. السودانيين ينتظرون أن ننقلها إلى جنوب السودان، أو على الأقل يستفيدوا من مخرجات هذه التجربة. لقاءات واسعة ما بين القيادات المصرية، لقاءات على المستوى الأمني والمستوى السياسي، المستوى العسكري، المستوى التعاون الاقتصادي، الربط الكهربائي، التعاون في مجالات البنية التحتية في السودان. السودان دولة تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات، تحتاج إلى مد يد العون العربي والإفريقي والعالمي لها. أعتقد مصر كمان قامت بدور في رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب تمهيدا ل فتح مجالات الاستثمار. اعتقد ان ملفات كثيره الدوله المصريه ربما اعادت اللوح ما بين مصر والسودان الى طبيعتها من خلال الجهد المبذول في مرحله ما بعد ازاحه نظام الانقاذ من الحكم في السودان ابريل 2019 حتى الان. لعل من ابرز المجالات التي تتعاون فيها مصر مع السودان ما يتعلق بمجال الصحه. مصر ارسلت العديد من شحنات المساعدات الصحيه سواء في أزمة الفيضانات في السودان أو حتى في كورونا وغيرها من الأزمات، كما تعهدت مصر أيضا بعلاج أكثر من 250 ألف سوداني مصاب بفيروس سي. هذا القطاع يلمس بشكل مباشر المواطن السوداني. الحقيقة أن الدولة المصرية زي ما هي رافعة شعار أو لواء الدبلوماسية السياسية والدبلوماسية الاقتصادية والدبلوماسية العسكرية، بات لدينا أو بتنا من الدول الرائدة في مجال الدبلوماسية الصحية، خاصة مع القارة الإفريقية، قارة تعاني من الكثير من الامراض، تعاني الكثير من الاوبئه، تعاني من الكثير من تراجع في قطاع الصحه. نعاني او تعاني القاره من المجاعات وانتشار عدد من الاوبئه في مواسم بعينها. الدوله المصريه اعلنت او يعني تعلن بشكل دائم انها الى جانب القاره الافريقيه في مجال مكافحه ومواجهه الاوبئه. لا يخلو خطاب على مستوى رئاسه الدوله المصريه من الحديث على مساندتنا للقطاع الصحي، لا يخلو خطاب من الحديث عن أهمية التآزر الإفريقي في مواجهة هذه الأمراض. أرسلنا مساعدات لعدد من الدول، أخيرها كان ربما إلى مالي منذ أيام، أرسلنا إلى السودان في عدد من المرات 100 مليون إفريقي مصاب بفيروس سي نعالجه. إذا ما يمكن القول أن الدولة المصرية لديها تجربة يمكن استنساخها ويمكن أغلق بعض مساراتها الناجحة في دعم التعاون المصري السوداني، وأعتقد أن السودان في حاجة إلى هذا التعاون وتفتح أبوابها بعد أن تخلصت من ميراث تاريخي كان يربطها بعدد من محاور الشر في المنطقة أو في المستوى العالمي حتى. الدكتور باسم رزق، أستاذ العلوم السياسية في كلية الدراسات الأفريقية، شكرا جزيلا لك على هذه